السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور محمود ربيع من أكاديمية التدريب الصيدلي أو Community Pharmacy Training Academy. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الأنتيسباسموتكس أو مضادات التقلصات، وهي عبارة عن مجموعة من الأدوية موجودة عندنا في الصيدلية بنستخدمها في علاج الانتستينال كوليك، مغص الأمعاء أو مغص البطن، وده عبارة عن ألم في منطقة وسط البطن. وبنستخدمها كمان في علاج الرينال كوليك أو المغص الكلوي، وهو عبارة عن ألم في منطقة الظهر من الخلف عن ناحية الكلى. وبنستخدمها كمان في البايلاري كوليك اللي هو مغص المرارة أو المغص الكبدي، وده بيبقى عبارة عن ألم في منطقة البطن العلوية ناحية اليمين عند الكبد. وبنستخدمها كمان في علاج الديزمنورية أو اليوترين كوليك، وهو عبارة عن ألم في منطقة الحوض نتيجة زيادة انقباضات الرحم أثناء فترة الدورة الشهرية عند السيدات. الأنتيسباسموتكس أو مضادات التقلصات اللي موجودة عندنا في مصر بتحتوي على أربع مواد فعالة، هو الهيوسين إن بيوتايل بروميد والتيمونيوم ميثايل سلفيت والدروتافيرين والكاميلوفين. السباسم هو عبارة عن abnormal muscle contraction، وإحنا في جسمنا عندنا تلات أنواع من المسلز. عندنا الكاردياك ماسل وهي المكون الأساسي لعضلة القلب، ودي إحنا مش بنقدر نتحكم فيها، وعندنا السكيلتال ماسل ودي اللي موجودة عندنا على البونز ودي احنا بنقدر نتحكم فيها، والسموز ماسل موجودة في الانترنال اورجانز زي الانتستين وزي الكيدني والبلاد فيسلز وبرضو مش بنقدر نتحكم فيها. ورغم اختلاف الثلاثة ماسلز الا انهم اصغر يونت منهم اسمها الساركومير بتتكون من الشكل اللي موجود عندنا على اليمين، وهي بتتكون من عبارة عن اتنين بروتينز الاكتين والمايوسين. المايوسين هو عبارة عن سيك فيلمنت بروتين موجود عندنا باللون الأزرق، والأكتين هو عبارة عن سين فيلمنت بروتين موجود عندنا باللون الأحمر. لما المصل بتكون في حالة ريلاكسيشن الاتنين بيبقوا بعاد عن بعض، ولما بتبقى في حالة كونتراكشن الأكتين والمايوسين بيبقوا ماسكين في بعض. تعالوا نتكلم على الميكانيزم of smooth muscle contraction and relaxation، واللي بيختلف totally عن الميكانيزمات بتاعة السكيلتال ماسل والكاردياك ماسل رغم تشابه تكوين الساركومير عند كل واحدة منهم. القصة بتبدأ بأن الأستاين كولين بيروح يمسك في الماسكارينيك ريسبتور، فبيحصل جينيريشن اوف اكشن بوتنشال نتيجة دخول الصوديوم ايون انفلوكس داخل السيل داخل الماسل سيل، وده بيؤدي لحاجتين: ان الفولتج كالسيوم تشانل اوبننج بتسمح بدخول الكالسيوم من خارج السيل، عشان كده بنسميه اكسترا سيلولار كالسيوم لانه بيجي من اكسترا سيلولار فلويد، وفي نفس الوقت بتسمح للساركوبلازميك ريتيكولم اللي موجود داخل السيل وهو الاسم الثاني للاندوبلازميك ريتيكولم اللي موجود في الخلايا العاديه، ولكن هو في الماسل سيل احنا بنسميه الساركوبلازميك ريتيكولم، وده بيسمح بخروج الكالسيوم برضو، بس ساعتها الكالسيوم ده بنسميه انتر سيلولار كالسيوم. الكالسيوم ايونز اللي بتخرج دي سواء من جوه الخلية من الساركوبلازميك ريتيكولم او من بره الخلية اللي جات من الاكسترا سيلولار فلويد عن طريق الكالسيوم تشانل او الفولتج كالسيوم تشانل، الاتنين دول بيمسكوا في بروتين اسمه الكالموديولين. الكالموديولين ده بيعملوا كالسيوم كالموديولين كومبلكس اللي بدوره بيعمل اكتيفيشن لانزيم اسمه المايوسين لايت تشين كاينيز من الـ inactive form للـ active form. الميوسين light chain kinase الاكتف بيحول الـ inactive ميوسين للـ phosphorylated ميوسين عن طريق جزيء ATP، وده المسؤول ان هو يمسك مع الاكتين ويعمل smooth muscle contraction. ولكن طبعا الـ contraction ده مش بيفضل دايم على طول، لازم يتبعه ميكانيزم الـ relaxation عشان العضلة ما تفضلش دايما فيها contraction. فبيبدأ ساعتها النيتريك أوكسيد اللي هو الـ NO إن هو يحول الجوانيليت سايكليز الـ inactive form للـ active form، اللي بيدوره بيحول الـ GTP اللي هو الجوانيزين تراي فوسفيت للـ cyclic GMP cyclic جوانيزين مونوفوسفيت، اللي بيحول الفوسفوريليتد مايوسين للـ inactive مايوسين، يعني بيعكس عملية الـ contraction وبالتالي بيسبب smooth muscle A relaxation. ولكن بالتبعية ما ينفعش برضو ميكانيزم اوف ريلاكسيشن يفضل شغال على طول، فبيتدخل انزيم اسمه الفوسفودايستريز 4 اللي بيحول السايكليك جي ام بي للجي ام بي او الجوانزين مونوفوسفيت،
وبالتالي بيرجع تاني يسمح بحدوث عملية السموث ماسل كونتراكشن. الأدوية بتاعتنا أو الأنتيسبازموتكس اللي عندنا الهايوسين والتايمونيوم والكاميلوفين كلهم بيشتغلوا على الماسكارينيك ريسبتور، بيعملوا شبه كومبيتيشن مع الأستايل كولين، بيحاولوا ان هم يزقوه كده وهم يمسكوا مكانه في الماسكارينيك ريسبتور، فبالتالي عملية الماسل سيل كونتراكشن دي ما تحصلش. اما الدروتافيرين والكاميلوفين برضو بيشتغلوا على الفوسفودايستريس 4 وبيعملوا له انهيبيشن، وبالتالي بيمنع تحويل السايكليك جي ام بي لجي ام بي، وبالتالي بيطول عملية الريلاكسيشن. هنتكلم دلوقتي بالتفصيل عن الانتيسبازموتكس، وهنبدأ بالهايوسين ان بيوتايل بروميد، وهو موجود في السوق على هيئة تابلت بسترينس 10 ميلي جرام، وموجود كسيرب 10 ميلي جرام لكل 10 ميلي، وموجود كامبولز ب 10 ميلي جرام. الجرعة دايما بتبقى عبارة عن قرص او معلقة او حقنة عند اللزوم، ولو يعني لو دخلك مريض الصيدلية بيعاني من مغص ممكن تبدأ معاه الاول انك تديله حقنة علشان الفاست افكت، وبعد كده تكمل معاه بتابلت او بسيرب. وزي ما قلنا هو عبارة عن انتي ماسكارينيك دراج بيتنافس مع الاستايل كولين ان هو يقفل الماسكارينيك ريسبتور، وبالتالي بيلغي الافكت بتاع الاستايل كولين على السموث ماسل، وبالتالي بيحصل سموث ماسل ريلاكسيشن. وبما ان هو قلنا ان هو عبارة عن انتي ماسكارينيك دراج، يبقى لازم نفتكر اول انتي ماسكارينيك دراج تم اكتشافه وهو الاتروبين. والاتروبين ليه حاجة اسمها الاتروبين لايك افكتس، في افكتس بيعملها الاتروبين. بما ان الهايوسين هو عبارة عن ديريفاتيف من الاتروبين، وكل الانتي ماسكارينيك هي عبارة في الاصل عبارة عن ديريفاتيف من الاتروبين، ففي افكتس معينة بتحصل مع الاتروبين احنا اختصرناها في 4D + T، وهي عبارة عن دراي ماوس دراي ستول، فبالتالي بيحصل كونستيبيشن او امساك، ودايليتد بلادر او بيحصل يوني ريتينشن او احتباس للبول، ودايليتد بيوبل بيحصل بلور ديفيجن او يعني لخبطة في الرؤية او الدنيا متبقاش واضحة، زائد تاكي كارديا يعني زيادة في انقباضات القلب بسرعة او زيادة في الريت بتاع الكونتراكتيليتي بتاعة القلب. طبعا دي لما حد يجي يسألك على السايد افكتس بتاعت الهايوسين ان بيوتايل لازم تيجي في دماغك على طول اتروبين لايك افكت. ولكن عشان نعرف الموضوع بالتفصيل لازم نعرف الاول اماكن الماسكارينيك ريسبتور. الماسكارينيك ريسبتور عبارة عن 5 انواع موجودة، اولهم M1 ده بيبقى موجود في CNS وجاستريك بارايتال سيلز، ده بنقول عليه ان هو اكزايتاتوري، يعني بيعمل CNS اكزايتيشن وبيخلي الجاستريك بارايتال سيلز ان هي تطلع الجاستريك اسيد سيكريشن. اما M2 ده انهيبيتوري موجود في الهارت، بيعمل كاردياك انهيبيشن يعني بيعمل برادي كارديا. اما M3 موجود في الاكزوكراين جلاند والسموث ماسلز اللي موجودة في الجي اي تي واليورينري تراكت والبرونكيال ماسلز والفاسكولار اندوثيليوم، وده عبارة عن اكزايتاتوري يعني بيزود السيكريشنز اوف جلاند وبيعمل سموث ماسل كونتراكشن وبيعمل فازو دايليشن عن طريق الميكانيزم بتاع النيتريك اسيد اللي قلنا عليه من شوية. اما M4 والM5 موجودين في CNS ودول برضو اكزايتاتوري، ودول بيأثروا على الميموري وعلى الاتنشن وعلى الانالجيزيا، ودول يعني دي الفانكشنز بتاعت CNS بشكل عام في المخ. طب لو انا قفلت الريسبتورز دي او قفلت الماسكارينيك ريسبتورز دي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل العكس، CNS اكزايتيشن هيتحول CNS ديبريشن، والجاستريك اسيد سيكريشن هيحصل فيه ديكريز، والكاردياك الهارت هيحصل فيه تاكي كارديا، والسيكريشن اوف جلاندز هيحصل يبدا ان السافيلي جلاندز ما تبداش تطلع سيكريشنز او تطلع السليفري، فيبدا يحصل دراي ماوس. السموث ماسل كونتراكشن هيبقى يحصل فيها سموث ماسل ريلاكسيشن. الفاز دايليشن هيتحول السموث ماسل ريلاكسيشن الاول، في الجي اي تي هيسبب كونستيبيشن، في اليونري تراكت هيسبب اليونري تنشن زي ما قلنا من شويه، اما الفاز دايليشن هيتحول لفازو كونستريكشن، واما السي ان اس اكزايتيشن هيتحول لاجيتيشن اند هالوسينيشنز، يعني هيحصل لخبطه في النيورو ترانسميترز الموجوده في السي ان اس وهيبدا ياثر بشكل كبير. فلو حد عايز يعرف السايد افكتس بتاعت اي انتي ماسكارينيك دراج، هي مش بتخرج عن السايد افكتس دي. الهايوسين ان بيوتايل بروميد موجود في السوق تحت اسم باسكوبان. باسكوبان جاي من كلمه بيوتايل سكوبولامين، هو الاسم التاني لهايوسين ان بيوتايل بروميد. احنا لو شلنا البي يو وشلنا كلمه سكوب اللي هي موجوده عندنا باللون الاحمر، والاي والان جمعناهم على بعض هيطلع لنا كلمه باسكوبان.
هتلاقي في الصيدلية 3 علب من باسكوبان، باسكوبان وباسكوبان بلس وباسكوبان كومبوزيتم. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الباسكوبان بلس عبارة عن هيوسين ان بيوتايل بروميد زائد باراسيتامول، اما الباسكوبان كومبوزيتم عبارة عن هيوسين ان بيوتايل بروميد زائد ميتاميزول. مادة الميتاميزول هي المادة اللي موجودة في النوفالجين. طب ايه السبب ان هم حطوا الباراسيتامول والميتاميزول مع الهيوسين ان بيوتايل بروميد؟ علشان يعمل ريليف للابدومينال بين الاسوشيتد ويز او كومبايند ويز فيفر اند نوزيا وكمان صداع. لو عايزين نعرف اكتر عن مادة الميتاميزول او الداي بايرون، هي عبارة عن بوتنت فاست اكتنج انالجيسيك وانتي بايريتك، موجودة في الدواء ده اللي هو نوفالجين اشهر دواء. ولكن من عيوب الدواء ده ان هو بيعمل حاجة اسمها اي جرانيولوسايتوزيز، او بالعربي كده بيقلل عدد كرات الدم البيضاء في الجسم، يعني بيعمل ديكريز ان وايت بلاد سيلز، وبالتالي بيقلل المناعة بتاعت الجسم بشكل كبير. وبالتالي هما الناس يعني بدأوا يحاولوا ان هما يمنعوا استخدامه، وتمنع استخدامه فترة بعد كده رجع تاني. ولكن لازم نخلي بالنا ان الباسكوبان كومبوزيتم معاه الميتاميزول او الدايبيرون ده، فاي حد عنده مشكله في الوايت بلاد سيلز او عنده مشكله في المناعه ما ينفعش نهائي ان انا اديله باسكوبان كومبوزيت. من الادويه تاني برضو اللي فيها الهيوسين ان بيوتايل بروميد هو الاسبازمو سين، الاسبازمو سين ونيو سبازم بتاع شركه ايبيكو والفاركو ريلاكسين. حطوا عليه كيتو بروفين، اصبح عندنا هيوسين ان بيوتايل بروميد مع كيتو بروفين، وطلع بدل ما هو كان سبازموسين بقى سبازموفين، وتحت بقى عندنا فاست فري. فاست فري ده بتاع شركه دلتا، والسبازموفين بتاع شركه العمريه. تاني واحد عندنا هو تايمونيوم ميثايل سلفيت، هو عباره عن كاترينري امونيوم مانتي ماسكارينيك دراج، نفس الفكره، بيشتغل زي الهيوسين ان بيوتايل بروميد، بيعمل كومبيتيشن مع الستايل كولين على الماسكارينيك ريسبتور، وبالتالي بيقفل الافكت بتاعه، وبالتالي بيحصل سموث ماسل ريلاكسيشن. ونفس القصه برضو بيبقى ليه اتروبين لايك افكت اللي هم الفور دي زائد تي، وموجود في الصيدليه على هيئه تابلت 50 مللي جرام، وعلى هيئه سيرب 10 مللي جرام لكل 5 مللي، وعلى هيئه امبولز 5 مللي جرام لكل 2 مللي امبول. ونفس الاستخدام بتاع الهيوسين ان بيوتايل بروميد، بنستخدم التيمونيوم ميثايل سلفيت، وهو عبارة عن قرص أو معلقة أو حقنة عند عضل عند اللزوم، علشان نخفف على المريض الأول، نبدأ معاه بحقنة وبعد كده نكمل وراه بتابلت أو بسيرب. موجود في الصيدلية بأشهر دواء اللي هو الفيسرال جين، وموجود في فيسرا، وموجود في سبازمو فري. يبقى تاني عندنا فيسرال جين وفيسرا وسبازمو فري، لو عايزين نحفظهم، فيسرال جين جاي من كلمة فيسرال، منطقة المعدة. لو شلت فيسرال جين شلت منها لجين في الاخر، هتبقى فيسرا، والسبازموفرين ده سبازموفري ده بتاع شركة ادوية. الدروتافيرين، الدروتافيرين زي ما احنا قلنا هو ملوش علاقة بالماسكارينيك ريسبتور خالص، وبالتالي ما اقدرش اصنفه على انه انتي ماسكارينيك دراج. هو كان بيعمل انهيبيشن للفوسفودايستريز 4، فكان بيزود من عملية سموث ماسل ريلاكسيشن، يعني نقدر نسميها دايركت اكشن على السموث ماسل على طول. وبالتالي هنلاقي ان السايد افكتس بتاعته هتبقى عباره عن نوزيا وفوميتنج، ويعني دراي ماوس وفيرتيجو يعني دوار. وهنلاقيه موجود في الصيدليه على هيئه تابلت وامبولز، مفيش منه سيرب. التابلتس اللي هي سترينث 40 و60 مللي جرام، والامبولز عباره عن 40 مللي جرام. بالنسبه للادلت بيبقى عباره عن 40 ل 80 مللي جرام 3 مرات يوميا. بالنسبة للطفل الصغير من سن سنة لحد 6 سنين بيبقى 20 ميلي جرام 3 مرات في اليوم، أكتر من 6 سنين بيبقى 40 ميلي جرام 3 مرات في اليوم. موجود في الصيدلية بأسماء مشهورة جدا، هو سبازمو كيور. سبازمو كيور ده بتاع شركة أكابي، هو بيختلف عن سبازمو سين اللي كان عبارة عن هيوسين إن بيوتايل بروميد، وبيختلف عن سبازمو فري بتاع اللي هو التيمونيوم ميثايل سلفيت. موجود تاني في دواء عبارة عن حقن بس اسمه دو سبا، اسمه سهل وبيتحفظ بسرعة، دو سبا. وموجود في كومباينيشن مع الكافيين والأسيتومينوفين اللي هو الباراسيتامول في دواء اسمه بيترو بتاع ألفا أمون. وموجود معاه دواء في اسمه دروتازايد،
اسمه معاه مادة النيفرو أكسوزايد اللي هي مادة الأنتينال، وده احنا هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل لما نتكلم على أدوية الدايرية. آخر واحد خالص عندنا اللي هو الكاميلوفين. الكاميلوفين بيتميز ان هو ليه اتنين افكت، بيشتغل على الماسكارينيك ريسبتور وفي نفس الوقت بيشتغل على الفوسفودايستريس 4 انهيبيتور، فبالتالي وبيحصل سموث ماسل ريلاكسيشن عن طريق اتنين ميكانيزم. ولكن بما انه بيقفل وبيشتغل كانتي ماسكارينيك، بيقفل الماسكارينيك ريسبتور، يبقى هيبقى اكيد ليه اتروبين لايك افكت، وهو موجود في الصيدلية على هيئة تابلتس وعلى هيئة سبوزيتوريز وعلى هيئة امبولز، ونفس القصة برضو نديله قرص او حقن عضل عند اللزوم. واشهر دواء فيه هو الاسبازموبايريجالين، واللي مشهور في مصر باسم الشريط البني، وده بتاع شركة القاهرة.